اوكي جايز، يا ريت انه صوتي يكون واضح. اليوم بدي افرجيكم كيف تقدروا تعملوا ماشين ليرنينج الجوريثم بالماتلاب بطريقه سهله كتير بدون ما تعرفوا اي كودينج. اوكي، يعني فلنفترض انا ما عندي اي معلومات عن what this code means. فايش بعمل؟ بكتب deep network designer. اوكي، هاي راح تفتح لنا graphical user interface، والوضع حيكون كتير easy. يعني هفرجيكم كيف حيكون، بس drag and drop coding، هذا اللي بيسموه زي block coding. فحيكون كتير سهل ينفهم، ويعني مو لازم تكتبوا الكود لحالكم. وبعد ما تفهموا هاي، it's very easy انكم تفهموا ايش الكود معناه. يعني بهاي الطريقة كتير اسهل، بس هي بتاخد شوية وقت لان الماشين ليرنينج الظاهر انه بياخد كتير ميموري وكتير بياخد انرجي. لانه لو تشوفوا حتى التاسك مانجر، كل مرة بفتح الماتلاب بياخد كتير ميموري، ما بعرف ليش. حتى لما ما بكون عم بعمل execution لإشي. اوكي، حتفتح لكم الستارت بيج تبعت الديب نتورك ديزاينر، وهنا بتقدروا تختاروا. مثلا في عندكم من الورك سبيس algorithm بدكم تعدلوا عليها، او في عندكم انتو بدكم تعملوا your own pure network من الصفر. لكن انا مثلا انا ما بعرف اسوي واحد من الصفر، فايش بسوي؟ انا باخذ ال pre-trained networks. في هون عنا pre-trained networks، فهون انا هلا انا كتصميم بدي اعمل classification لimages. اوكي، انا هذا الهدف تبعي. كل حدا هدفه غير، في ناس بدها تعرف البست بارامترز whatever. هنا مكتوب network model for image classification pre-trained squeeze net network. اوكي، وهنا بيكتب لنا الانبوت سايز 227 × 227. انا راح استخدم مثلا هاي كمان model for image classification، وهاي الانبوت تاعتها 224 times 3. هادي هلا I think times 3 معناها 3 dimension. اوكي، انا بدي اعمل 3 dimension image، بدي اعمل ايش اسمه، بدي اعمل histogram 3D histogram، وبدي احولها ل 224 size image، وبدي استخدم الرزنت 50 او في رزنت ثانيين. يعني كل واحدة في إلها input size غير، كتير أشياء لازم. يعني مثلا هاي بتحتاج add-ons، مكتوب هنا network not installed, install this network using the add-on explorer. أنا already منزلة هاي، فأنا رح أستخدم الرزنت. بس خلنا نشوف إذا في عنا رزنت وحدات تانيات. مثلا خلنا نشوف رزنت 18. هاي needs اوكي، بعملها انستال. اوكي، انا حنزلها وبعدين حرجع لكم. شايفه ايش الفرق بين الانستال والداونلود؟ خلينا نجرب داونلود، يمكن يكون اسرع. اوكي، وبعد ما اخلص رح ارجع لكم. اذا راح اسوي داونلود. صحيح الماتلاب it's not closed source، بس يا جماعة it's like
يعني it gives you every, يعني it's really it makes your life easy. مش عارفة هذا الفايل ليش فتح. So أنا خلاص عندي هاي downloaded. ف مش عارفة المفروض هلا بقدر استخدمها ولا ايش. الظاهر إن لازم أعملها install. معلش تحملوني. إحنا الماتلاب it's not open source زي ما حكيت, بس والله it has يعني so much options and toolboxes وكل أشياء academic that can really be used that can really be utilized يعني in the academic field صراحة. وأنا بنصح كل إنسان بالعالم إنه أوكي خلينا نشوف الكود. هون مكتوب إنه net equals resnet 18, هادي عشان نسوي لها access the trained model. أوكي ولو بدنا نشوف الديتيلز تبع الarchitecture نعمل net dot layers, هادي usage example. ف this amazing MATLAB في كتير عليه tutorials وأشياء. يعني صحيح إنه هلا أنا ولا مرة شريت, ما بدفع عليه فلوس, بس ال companies هيك. أنا جامعتي عندها license, بس يعني هو يعني فعليا it gives you so much يعني صحيح إنه غالي, but يعني والله أنا بتفلسف بشكل مش طبيعي. المهم خلينا نرجع للموضوع, ليش هاي هيك ما راحت؟ يا الله. هي هلا أنا سويت الامبورتينج للرزنت 18 وبدي أفرجيكم. هلا أنا كل حدا غير عن التاني. أوكي أنا بالنسبة لي مشروعي بدي أعمل كلاسيفاي ل يعني أنا مثلاً let's say five, I want five classes as an input, okay؟ أو خلنا نقول actually okay I'll try two classes for now. I'll try two classes. So شو رح نسوي؟ رح نروح عند fully connected layer 1000. هون مكتوب 1000 لأنه الأوتبوت سايز يعني هاي it's a pre-trained on 1000 images, بس إحنا we don't care about that. إحنا رح نعمل delete, رح أعمل cut. ليش بدرش أعمل right click؟ رح أعمل control x, بعدين رح أحط وين ال fully connected layer, drag and drop. So easy, والله life is easy now. كل إشي مجهز. والoutput size حختاره يكون 2. طيب بعدين اوكي بعدين لآخر شي ال classifier. الoutput size هون عنا 1000, احنا بدنا اياها تكون اوتو. اوكي هو لحاله يفهم انه 2, فبرضه رح اعمل كنترول اكس ورح اضيف ايش كان اسمه اللير الاخير كلاسيفاينج لير, كان لونه احمر وكان اسمه كلاسيفيكيشن لير. يعني زي ما لاحظت كل شيء هنا موجود, هون الاوتبوت, هون الكومبينيشن, هون البولينج. يعني عن جد هنا you don't need to know a bit of coding, all you have to know is understand إنه في عندنا هذا الريلو هاي rectifying layer to rectifying layer. هاي مش عارفة tan hyperbolic layer, مش عارفة إيش هاي flatten sequence, إيش هاي الجي ار يو, أظن هاي نوع من
نوع من الميموري. يعني انتو هلأ مثلا عندكم نتورك اوكي already pre-trained، ممكن تقعدوا تعدلوا عليها زي ما بدكم، يعني مثلا تغيروا البول 5 تغيروها لإشي تاني تشوفوا انو احسن انو احسن. ممكن تضيفوا layers اوكي. This gives you the chance to search and learn what's the best. هاي اوتو صح؟ اوتو شفتو؟ اوتو. فأنا هلا رح أعمل export. تقدروا تعملوا الكود على فكرة، بتقدروا تفهموها هون بعدين تعملوا generate code، وبتقدروا بهاي الطريقة تفهموه أحسن. يعني بيصير عندكم فكرة إيش اللي عم بيصير بالarchitecture بشكل كامل، وبس بيكون ضال عليكم تفهموا الكود. هلا انا راح اعملها اكسبورت للورك سبيس، وراح يكون اسمها 1 graph underscore 2. مش عارفه انا لازم اعمل جنريت كود ولا لا. لا 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 انا ما بدي. شو بطول يعني، مش عارفة لابتوبي والله أنا دافع عليه مبلغ قدره ومش عاجبني صراحة. ياريتني شريت الرايزن. يا جماعة بليز اشتروا الرايزن وسيبوكم من هذا المعفن الانتل. والله الجامعة فيها رايزن it's amazing. احنا هلا عند 1 graph underscore صح؟ مش عارفة هلا هاي بدي اعملها سيف، بدي اسميها رزنت 18 underscore 2. ليش؟ لانه احنا عملنا 2 classifier 2 قصدي classification ل 2 classes. ف I think إنه إحنا already عنا هاد الاسم صح؟ هي إحنا already عنا هاي الماتريكس. So ممكن أوكي هاد كود وهدول ماتريكس، ليش هيك؟ عارفة اوكي. هلا I think اخر step سويتها ما كان الها داعي. انا هلا رح اعمل load. لا هلا بدي اعمل machine learning. انا كنت بدي احكي اعلمكم كيف تسوي machine learning بدون كود. فا اول شي رح اعمله هلا، انا عملت بدي classify ل 2 classes طيب. فرح لازم يكون عندكم فولدر، هلا بفرجيكم ليش. شوفوا هنا خلصنا النتورك طيب، خلصنا عدلت انا خليت هالتو كلاسز وعدلت هذه تو كلاسز وعدلت الاوتبوت لتو اوتو قصدي. بعدين بنروح عند الداتا. هلا هون بقولنا امبورت داتا فور نتورك تريننج، هون بدي اعمل import للداتا. هون بيقول لي انه انتو ايش بدكم، بدكم folder ولا image data store من ال workspace. هلا عشان احنا هلا بدناش اي كود، ما بدنا نعتبر انه ما عنا اي اشي بال workspace. نعمل manually، نعمل folder. الفولدر لازم يكون فياته sub folders اوكي. هلا بفرجيكم كيف. أول شيء هون أصلاً مكتوب هون select a folder with subfolders of images for each class. أوكي يعني لازم يكون عندنا فولدر. أنا مثلاً حختار الفولدر حختار الفولدر data store. جوا الفولدر لازم يكون عندي subfolders، وجوا subfolders لازم يكون عندي images. So this is the case for me.
بس أنا بدي أعمل بدي أقلل عدد الهاي، لأنه الصراحة رح أخلي بس 1 2 3، لأنه الصراحة أنا جربت أعمل عدد كبير وللأمانة كتير بياخد وقت. طيب كتير كتير بياخد وقت المشين ليرنينج، فأنا رح أحاول أصغر الداتا اللي عندي، فرح أشيل ديفايس 10 وديفايس 11. شوفوا ما أكبر الفولدر، يعني عندي يعني يمكن ما بعرف آلاف الصور جوا كل فولدر. شوفوا 60,000، يعني مثلا هاي أنا عندي تيف إيمجز. خليني أفرجيكم وين كيف تقدروا تشوفوا بروبرتيز. شوفوا التايب فايل هو تيف. هلا الدكتور حكالي، الدكتور قال لي انه الجي بيج، هذه الجي بي اي جي، جي بي اي جي اللي بنستخدمها دائما فيها مشكله، يا اما انا ما بعرف، قال لي انها بتفقد إشي بيروح منها، it loses information or something لانها it's compressed. هو قال لي انه it's compressed so it loses something. فانا I don't know يعني what it loses. Does it lose resolution؟ هو قال لي لا، يعني it loses information. فهلأ احنا سوينا subfolders وفياتهم images لتف. اوكي هعمل browser، راح ادخل على ال data store واختار هذا الفولدر. طيب راح اختار الفولدر تبع data store واكتب select folder. هلأ راح اعمل ال percentage 20 randomized. هاي بسألك انه ال percentage اللي انتو بدكم اياها for validation و import validation data to help prevent overfitting. انا راح اعمل split from training data. اوكي لانه هيك اسهل. وما رح نغير اشي بالoptions. ممكن على فكرة نغير الـ random rescaling. so هاي ممكن على فكرة تأثر على الـ حسب، بس أنا already محددة الـ bounds الـ y والـ x bounds في الـ images تاعوني، فـ no need to do something else. sorry سويت importing للداتا. هسا في الكود، في بدي افرجيكم line of code. هلا انا سويت import للداتا. طيب خلص خلصنا للداتا، بروح عند هلا شوفوا ايش هلا هون. هو لحاله حيقولكم انه في عندكم 6 classes. هي لا نسيت اغير اشي، احنا 2 classes صح. يا ساتر احنا بدنا التو كلاسز. استنوا اعدل على الفولدر. انا رح اسوي كل شيء مانيولي. اوكي داتا ستور. هلا انا بدي تفرقه بين SF12 وSF7. طيب فرح اعمل فولدر اكتب فيه SF12، اعمل كوبي بيست، غير الاسم لSF7. هلا رح احط الSF12 جوا الفولدر تبع SF12. سوري انا قاعدة عم بفرجيكم عشان تفهموا، يعني انا مثلا بدي 2 classes فلازم يكون في 2 folders بس، وجوا الفولدر هاي لازم تكون images مو folder. فانا رح امسح الفولدر اللي جواهم وراح اشيل الايمجز، راح اعمل سيلكت اول وراح اشيل هاي الايمجز واحط جوا الاس اف فولدر، بعدين راح امسح الفولدر 7 هذا الامتي. وين الامتي فولدر؟ استنوا خلينا نعمل فيو ليست. هذا كمل سايز، هذا اي ثينك الامتي فولدر، امتي فولدر. فنعمل له delete
ندخل على هاي. it's the same numbers. اوكي بعمل select all وبوديها على ال SF7 folder. هلا حيقول لي يا الله they're in the same name. كيف اغير الاسم؟ سو هاي المشكلة بالمانيوال صراحة، انه يعني how can I change يعني 1000 images، كيف بدي قاعد اغير الاسم؟ اوكي خلونا نجرب بدون ما نعمل اشي، خلينا نعمل باك نرجع. سويت كنترول زد ورجعت كل اشي زي ما كان. هلا عندي two folders two subfolders وجوا كل folder folder. الله يستر. هلا بدنا نغير الداتا، بديش انا 6 بدي 2 folder. قلت بدي الداتا ستور. ما تغير اشي. اوكي خلاص مش مهم. هلا هاي رح يعمل classify ل 6 classes. فانا هلا I can't use my code. الديزاينر اللي استخدمته it's for two classifies for two. طيب ف you have to change this to 6 ال third last ال had. طيب بس انا صراحة I don't want to compute this, it takes a lot of time. بس انتو بتروح على التريننج وبتكبسوا ترين، انا رح يطلع لي ايرور. اوكي انا لازم اعدل على الكود اللي بيعمل الفولدرز وساعتها برجع بعمل ترين ل تو كلاسز، لانه انا عندي كود هو بيعمل لي الفولدر. سوالي يا دكتور، بس سوالي يا دكتور انه كتير for each device. انا ما بدي for each device، انا بدي for each spreading factor. ف ليش ما فتحت هاي؟ خلنا نشوف الكود. هنا الدكتور عامل length تبع الفايلز inside the measurements. عرفت كيف اصلح المشكلة. ممكن اعمل بس two files هون أو لا لازم أعمل folder. هو هذا الكود بياخد الفايلز بالmeasurements وبيعملها copy للdata store. طبعا أنا هذا سويته manual، بس هو بالأصل كان إيش يعمل؟ لو يعني كان يعمل copy لكل هاي الفولد لكل هاي الداتا، يحولها لimages ويعملها paste للداتا ستور فولدر inside the same name.
يعني إذا هنا عندي 10 data sets، هنا حيكون عندي 10 folders، و each folder فيتها images. فأنا ممكن كيف ما بعدل measurements folder، الكود is gonna compute، it's just gonna copy it to here. فأنا ممكن أعمل ممكن أغير ال measurements folder نفس ما أنا بدي يكون ال data store folder. طبعا أنا نفسي أعرف ليش الميموري عندي overloaded. طبعا هاي هون مكتوب very low، بس لما اجي اعمل run للكود بكتب لي memory error. ايش صار هلا مع الكود؟ شفتوا invalid training data output size 2 does not match. اوكي okay.